كان شهيد جديد العميد عادل رجائي، شهيد جديد يضاف إلى قائمة الشهداء. قائمة الشهداء لن تتوقف أبدا، الذين يدفعون ثمنا من أجل الدفاع عنا جميعا ومن أجل الدفاع عن الوطن يستحقون منا التحية الدائمة. استشهد صباح اليوم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة 19 بالجيش، أحد قادة مواجهة الإرهاب بسيناء، وزوج الصحفية ومحررة الشؤون العسكرية بجريدة المساء سامية زين العابدين. كان جوزي وأبويا وأخويا وابني وحبيبي، كان كل حاجة. أنا محتسبة شهيد لأنه هو شهيد بيصلي وخارج لعمله عشان يدافع عني وعن كل شعب مصر. بس أنا بقول لشعب مصر، اوعوا تفتكروا إن هم هيكسرونا. والله أبدا ما هيكسرونا، والله أبدا ما هيكسرونا. مصر باقية، ولو متنا كلنا، لو متنا كلنا مش هيكسروا ولا هيحطموا الروح المعنوية بتاعتنا. تم اغتياله أمام منزله بمدينة العبور، وتبين من التحريات الأولية أن مجموعة إرهابية وراء الحادث، حيث تم رصد منزل الشهيد والتعدي عليه بأسلحة آلية أودت بحياته. سمعنا ضرب نار وصوات عالي قوي، وحد بيقول له حاسب حاسب، فإحنا مش عارفين في إيه. طبعا باب حديد ورصاص عمال يجي فيه بصوت عالي جدا، يعني أكني آلي مش سلاح عادي. أشخاص كتير، كان ضرب فظيع. احنا قمنا من النوم مصر مش عارفين نعمل ايه اصلا. بقول لماما احنا هنموت، قالت لي اه احنا هنموت. صحونا الساعة 6 ودقايق كده على ضرب نار، ضرب نار فوق ما حد يتخيل. يعني مهما اقولك احنا اتخضينا قد ايه من ضرب النار. ضرب النار كله جاي من عند اوضه العيال، فانا مش عارفه اروح لغايه اوضه العيال، خايفه اروح لحسن انا مقتله. منين اول ما رحت لهم بصيت عليهم لقيتهم سلام، حمدت ربنا جبتهم هم نايمين كده عشان اخبيهم في امن مكان. ضربوا هو في دماغه، ضرب الحارس في بطنه والسواق فيه. وبعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب الحادث، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم لواء الثورة مسؤوليتها عن اغتيال العميد الذي تم نقله إلى مستشفى الجلاء ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك. رحم الله شهيد الوطن. طبعا للزميلة الصحفية سامية العابدين، يعني اللي شفته حجم الألم، لكن هي بقدر حماسها الوطني اللي بنعهده فيها في كل السنوات السابقة، ربنا يلهمها الصبر ويلهم كل عائلة الشهيد الصبر والسلوان، ويتغمده الله بواسع رحمته. قافلة الشهداء لن تتوقف، الوطن اللي بيدافع عنه قافلة كبيرة من الشهداء دفاعا عن الوطن ودفاعا عن جميعا. قضية